كوبر كمدير فني كويس، بس احنا المفروض نوفر له كل الاحتياجات اللي هو عايزها للمنتخب عشان يقدر يتخطى مرحله ماتش النيجيريا. ده هيبقى من الماتشات الصعبه جدا، منتخب النيجيريا زي ما احنا عارفين لازم ياخد فرصته كده ونستنى عليه شويه ونشوف الوضع ايه، بعدين نقرر، ما نحكمش عليه من دلوقتي. مدرب ممتاز وعديد، احنا مش عايزين كل شويه نغير مدرب، احنا عايزين استقرار في المنتخب وراجل فاهم كوره و بينزل اللعيب الجاهز. هو بس اتحاد الكرة ما يعرقلش المسيرة ويديله كل اللي هو عايزه عشان يعرف يوصلنا لكاس العالم. هو مدير فني كويس، بس محتاج الاختيارات بتاعته تبقى من غير تحيز لأي نادي، ويختار الاختيارات بتاعته للعيبة على الأداء الفني بتاعهم وعلى حسب المشاركة الأندية بتاعتهم في البطولات. لحد دلوقتي ما حدش يقدر يقول عليه حاجة لأنه هو محقق اللي هو عايزه. احنا تقريبا على راس المجموعه وعاملين ماتش حلو، الماتش الاخير وكاسبين بسكور بره 5، واحنا ما بنكسبش بره بالسكور ده. هو كوبر لحد دلوقتي هو ماشي كويس، لان برضو احنا الفرق اللي احنا بنقابلها دي يعني فرقه ضعيفه، وكل اختياراته هتدعي على الشباب واحنا ينقصنا الخبره. يعني الماتش التصفيات اللي احنا داخلين عليها كاس العالم الجايه محتاجه خبره، محتاجه لعيبه تشيل الملعب، وهو ده اللي انا شايفه انه منتقص المنتخب يعني اللعيبه. يعني الاعلام بتاعنا الرياضي يعني صرف الله بيتكلم كتير قوي قوي قوي، فاحنا نسيب الراجل يشتغل وبلاش يعني نقعد نتكلم ونزن كده، ونسيبه يشتغل، هو ماشي كويس بصراحه. طبعا مدير فني يحترم واكيد ليه خبرات طويله كلاعب وكمدير فني، ونتمنى ان هو يحقق الطموح اللي بيحلم بيه ملايين من المصريين ان شاء الله. باذن الله نحن نتاهل لكاس العالم ان شاء الله.